فهميني مرتخي، صدقيني هالشي كتير سهل بالنسبة لبراغي، لأنه سانجو أخي كتير طيبين وبينضحك عليهم بسهولة، وطول ما براغي عم تشتغل بهالمهنة فصدقيني بتقدر تعتقله لسانجو بأي تهمة وشو ما كانت. وبعدين بكل بساطة بتطلب الطلاق، وحتى لو ما بدنا هالشي فمجبورين ندفع لها مبلغ كبير كنفقة. مرتخي، الكل مفكرني اني غلطان، صدقوني انا كتير عم بتعب بس كرمال خلص هاي العيلة من براغي وكل همي انها تروح. بعرف انه طريقتي كلها كانت غلط، بس احكي ضميرك، مو جبت بنت السيد فيرما عروس لسانجو؟ برأيك انا ليش هيك عملت؟ يعني مو لاني حابب هاي العيلة تنبسط مو اكتر؟ برامود معلش، عمال خير وكب البحر، طلع ما حدا بيستاهل تكون منيح معه. سوشما، رح نطلع من البيت عن قريب، ولهيك خليكي صاحية منيح. استنوا، ما رح خليكن تروحوا، رح أحكي مع فيندو فورا. أبا هاي، فهمني ليش بدك تروح؟ شوفي، لوين رايح؟ جاوي، بدي روح. ماما وبابا دمروا كل شيء، ما عاد فيني ضل هون. يعني وصلت لدرجة إنه عمي طلب من أمي وأبي يطلعوا من البيت. ضميري عم يعذبني كتير. تعال، أنت ليش متوتر؟ ما في داعي تطلع من البيت أبداً، أنت مانك غلطان بشي، ما دخلك بكل القصة، فهمت؟ بس سانجو، أنا بعرف إنه ما لازم وقف ضد أهلي. على طول كنت رافع راسي ببابا، كنت مفكر إنه كل الإخوات بيحترموا بعضهم كتير، وكنت أحس بابا بيعاملني مثل ما بيعامل أخوه، بس هلأ كل شي تدمر. شفت عمي شو ساوى؟ هو ما قدر يستوعب إنه أخوه الصغير عمل هالشي هاد بمرت ابنه.